شايف يا أستاذ؟ ده حديد مش إزاز. متشكر، أنا عايز صحون. صحون؟ يا ناهد شوفي طلب الأستاذ. أنا عارفة طلب الأستاذ، برضه نفس الصحون. مسلطحين مسلطحين، ودشيهم على دماغي، اضربيني بهدليني بس قابليني. انا اهنت في محلك، انا كل يوم بشتري منك دستة صحون مسلطحين، وبعد كده اتشتم من عاملة في محلك. دي مش اصول، دي مش اصول. مبسوطة زبون نضيف زي ده ينشتم؟ ده مش نضيف ابدا. وايه بس دول اللي كسرتيهم؟ ما تكملي على الباقي احسن. يا شطارتك في تصريف البضاعة. بره 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 احسن اكسر دي بيهجد. ادخل. اي خدمة؟ انا قريت في الاهرام انكم طالبين واحدة صوتها كويس. فعلا؟ ارجوك تساعدني، انا صوتي كويس وليا شهرين من غير شغل. لو كان صوتك زي شكلك تنفعل. امتحنوني. همتحني، لكن ما احبش اشتهي مع الخيال وتتفقي اني هعملك بطلة في السينما ولا نجمة في التياترو. افهميني، انا دغري. أنا فاهمة إني لازم أنجح الأول في الأدوار الصغيرة. أدوار إيه؟ مطلوب إنك تنجحي في الدكان في تصريف البضاعة. بضاعة؟ بضاعة إيه؟ هتعملي دعاية لمحل روايح وعطور نفرتيتي. وشعرها اصفر، اخد لها ايه؟ عندي ذهب معصور، شعر الجميل سره، لو غبت عنه شهور ترجع وتفتكره. يلا يا عاشقين من يشتري مين؟ يلا يا عاشقين. وبيحبني لكن بيقول انه خايف من الجواز. عندك شريحة كده تلهلبه؟ خدي فل وزهر وربن وبلاش غوغام وزنون، دي النقطة منها تبرجل وتودي وتودي على المأذون. يلا يا عاشقين من يشتري مين؟ يلا يا عاشقين مين يشتري؟ عاوز دموع ورد للخدود الوردي دول. يا ورد سهيتك وعشقتك وحرمتك من زهو الدودك، وقطفتك لكن رجعتك على خد تغير منه خدودك. يلا يا عاشقين من يشتري مين؟ يلا يا عاشقين مين يشتري مين؟ Oh.
تسمح لي الآنسة بعدة بودرة؟ أي صنف؟ أي صنف تختاريه بذوقك المدهش يا آنسة؟ الصنف ده يعجب حضرتك؟ دي تعجبني قوي، يا عجباني جدا جدا. يا سلام، مفيش أجمل من كده. خدمة تانية؟ تانية وتالتة ورابعة وخمسة. أنا لازم دي مشتريات كتير. تدينيش كمان قلم روج؟ ماركة إيه؟ الروج اللي أنت حطاه كويس فتان. اديني نفس الصنف. أنا مش حاطة روج. الشفايف دي من الروج؟ مدهش. طب بلاش روج بقى، اديني إكلادور، أغلى صنف إكلادور. اتفضل. الحساب كام؟ جنيه. بكل ممنونية. اتفضلي. متشكر جدا. نسيت الحاجات. أنا ما نسيتش ولا حاجة. دول علشانك. علشاني أنا؟ بمناسبة إيه؟ مناسبة؟ بمناسبة الشفايف اللي من غير روج، بمناسبة تفاح الخدود، بمناسبة العينين اللي الواحد يتوه فيها، بمناسبة فسحة صغيرة تسمحي وتتعطفي عليا بيها. ايه الكلام ده يا حضرتك؟ انا هستناك لما تخرجي نتغدى سوا. اختشي على دمك يا بلد، عيب ما تقولش كده. ازاي ما اقولش كده؟ انا بشتري على كيفي مش على كيفك. انا بدفع فلوس، انا هنا بنفع المحل وصاحب المحل. دي قلة حياة. في ايه يا حضرتك؟ في ايه؟ في ان اتهنت في المحل بتاعك. ازاي؟ انا هقاطع المحل بتاعك وهخلي كل اصحابي يقاطعوه. ايه؟ بس فهمني الحكاية ايه؟ مش هفهمك. لحظة من فضلك كده يا مدمازيل، من اول يوم اتفضلي تقدري تروحي. انا ما عملتش حاجة ولا كلمة. انا مش عاوز مناقشة، الزبون على حقي دايما. اتفضلي يلا. انا شاربه صحيح لكن عقلي راكز. هودي الحاجات واجي لك حالا بعد. طب هستناك. اتفرجي على الفستان ده قبل ما احضر لك عشا خفيف. تعالي بقى تعشي واسمعي الكلام اللي هقوله لك كويس. عشا بسيط على قد ما اوصل. يا خبر، كل ده؟ كل ده ايه؟ ده انا مكسوفه منك. مش هتعشي معايا؟ كان من عينيا. لكن بعد عنك اتعشيت مرتين. مرتين؟ غصب عني طبعا. اتنين ما عارفة عزموني وكل واحد في حتة، قلت ما زعلش حد. الا قوليلي. نعم. تفتكري انا عايشة ازاي؟ بتشتغلي رقاصة طبعا. لا بشتغل رقاصة ولا حاجة، الفرقة اللي كنت بشتغل فيها فلست وقفلوا التياترو من مدة. الله، امال بتعملي ايه؟ بتفسح. بتتفسحي؟ تفسحي يعني ايه؟ بتفسح وباخد على فسحتي اجر فلوس ولبس. ولبس ايه؟ اديكي شايفة الشياكة. طب واجرة فسحتك بتاخديها من مين؟ من المغفلين طبعا اللي بتفسح معاهم. ودول بتلاقيهم فين؟ ملقحين في كل حتة على قفا من يشيل. لا بعرفهم ولا يعرفوهم. ما تعرفهمش وتمشي كده تفسحي معاهم؟ امشي فاشر. ده انا بنقيلك كل عربية وعربية يتهزلها اكبر اجانس. وعايزاني اعمل زيك واركب عربيات مع ناس معرفهمش؟ ده انا اللي ابقى 60 مغفلة مش هما اللي مغفلين. طب بس روقي دمك. الدنيا تفاهم. يعني خلاص ركبتي عربية وقعدتي جنب حد؟ لا طبعا، وده شيء مستحيل يحصل. يا سلام. طب بس بلاش حمق. بذمتك ما لقيتيش شغل ولا لقيتي وما عجبتيش صحاب الشغل؟ الحقيقة لقيت وما عجبتهمش. طبعا، عشان حلوة، عشان جميلة، لازم يدفع لك أجرتك ويتمتع بجمالك. يعني خلاص الدنيا دي ما بقاش فيها حد عنده مروءة. المروءة والشهامة مش عند كل الناس. مع الأسف كلامك صحيح. هو أنا بقول كلام بس، انا بقول اللي شفته واللي حصل لي. انما انا دلوقتي حرة روح، محدش ليه عندي حاجة. بزل اللي كانوا عايزين يزلوني، باخد حبابي عينيهم واضحك عليهم ومحدش منهم يقدر يطول مني بوسة حتى. لا يا عليا يا اختي، دي مغامرة، مغامرة خطيرة. مغامرة خطيرة ليه؟ انا وانتي وملايين الناس مش بنفوت على البترين ونتفرج على المانيكان الحلوين، بنمتع بيهم عينينا وبنفرح بيهم قلوبنا، بنلمسهم
بناخد منهم حاجه؟ لا طبعا. الشمس مثلا مش بتخش عندك اوضه النوم بتحسي بحرارتها وبتدفيكي؟ بتحضنيها؟ بتبوسيها؟ بتاخدي منها حاجه؟ برضو لا. اهو انت بالظبط هتبقي زي المانيكان، زي الشمس. طب اعمل ايه؟ علميني. المهم انك تعرفي تختاري المغفل اللي هتضحكي عليه، ودي سهله جدا. كل ما العربيه بقت كبيره كل ما المغفل بقى مضمون. كبيره قد ايه؟ قد كده مثلا؟ لا اكبر اكبر. قصدي كوتوبيس؟ لا يا ده العادي، لسه ما اخترعوش اتوبيسات ملاكي. انت تقدري تاخدي بالك من المغفل وهو بيدفع الحساب. اذا لقيتي محفظته منفوخه تروحي متشجعه وكابسه عليه. اعمل ايه؟ تفتحي شنطتك كده وتروحي مطلعه منديلك كده وتروحي سايباه يقع في الارض، يروح هو هاجم على المنديل ويقدمه لك بكل احترام. طبعا اتعرفتوا على بعض ومفيش فرق بين الاصحاب. طب دي حاجه سهله قوي. لا عندي لعبه اسهل. ايه؟ شوفي يا ستي، انت تبقي المغفل وانا انت. تفتحي شنطتك وتروحي مطلعه فوق وتحطي فيه سجارة وتفضلي تدوري في الشنطه. اوه تسمح تولع لي يا بيه، انا نسيت ولعتي. اتفضلي يا هاني بكل سرور وبالطريقه دي. يولع هو قبل ما تولع السيجاره، فهمتي؟ الحمد لله. طرقت حاجة بسيطة على البريمو، تاخد مواساة. طب هات ورقة تانية. فضل. يا جماله يا شرباته، أدوب أنا في حركاته. أبلة منديلك وقع يا أبلة. منديلي؟ تسمح يا مدموزيل. اسمح لك بايه؟ ابص على منديلك واتألم واتعذب. الله ليه؟ علشان مسكين مش هيلاقي القلب اللي يحن عليه وينحن على ركبه ونص ويقدمهولك. انت باين عليك لسه غشيم يا حلو. بنمسي منديلي الحلو يا منديلو، منديلي الحلو يا منديلو. من فضلك. انا محسوب بريت هوا. تسمح تولع لي؟ بس ما تقولش، استنى لما اجيب سلم ولا اقول لك. وادعي علبه الكبريت خليها علشانك، علشانك يا واد يا شاي. الورقه اللي فاضله تسبق فاضله. ولو اني عارف بختي كويس. النصيب جابنا عندك، ايه رايك ناخدها شركه؟ عايز تكسب؟ ابعد عن شركتي، بختي وحش ماليش حظ. مش معقول. ازازة وسكي. حاضر. الجمال ده كله ملوش حظ. انت لازم قلبك حاسس ببخت وحظ. عايز تقول ان انت كمان حظك وحش؟ لا، عاوز اقول ان انا ماليش بخت خالص. عشان خاطري ناخدها شركة. بلاش طواني، عندي احساس بان الحظ هيبتسم لي من تاني. طيب عايز مني كام؟ عاوز الرضا، عاوز اسمع كلمة شركتك من الشفايف العنابي دول. ودي شركة تنفع؟ دي هتكون اسعد شركة في صحة الشركة الجديدة. قلت ليش اسمك ايه؟ انا اسمي فتحي. وانا اسمي ناهد. ناهد؟ نايد ويا نايد. الله، ده لحن جميل بس مش باسم. ما هو اسمك هو اللي مخليه جميل. اسمعي، تحب الموسيقى؟ اعبدها. وصوتك؟ افتكر انه كويس.
يا بختك، انا كان عندي صوت من ذهب، عملت عمليه راح. ايه مالك بتتنهد ليه؟ كل ما افكر في مستقبلي اللي ضاع بتضايق غصب عني. تيجي نقوم نشم الهوا برا؟ عندك عربيه؟ مال كبيره ولا صغيره؟ قد الاتوبيس. لا انا هقوم اول. فتحي ايه دي؟ ايه في حالة؟ ايه دي العربية؟ دي بتجري. اطلع اطلع ابو زيد. افندم والنبي زقب ايدك يا اخويا من عناية فتحي. فكرني بمرجحة الوزة. وزة؟ وزة يا بطل. ساكنة فين يا كتكوت؟ في سوق الفراخ. فراخ؟ انت بحتيني بايديك يا بعليا. قلت جرى ايه؟ سميرة ميس. ما صدقتنيش؟ طبعا واخد على الفش والانزحة. اطلع اطلع اطلع. ما كنا قاعدين كويس. شيل ايدك. ما تخافيش ما فيش حد هنا. اديني بوسة. بوسة؟ هي حصلت لحد كده؟ حصلت ولا وصلت؟ امال راكبة معايا ليه؟ استنى بس استنى. انت لما بتفوت على مانيكان في باترينا وتعجبك بتبوسها؟ لا. الشمس مثلا مش بتلاقيها معاك في كل مكان بتدفيك وتنور لك؟ أيه. لكن لا بتلمس المانيكان ولا بتبوس الشمس، وانا زي الشمس والمانيكان. انما انا من صنف تاني، المانيكان اللي تركب معايا لازم ابوسها، والشمس والقمر والنجمه اللي تتفسح معايا لازم احضنها. بلاش ركنانة بقى. يا سافل. سافل؟ سافل ليه؟ غصبتك تركبي معايا؟ ده انا مقابلك في بار وسكرانه وراكبه معايا من غير ما تعرف انا مين. عندك حق، انا استاهل كل اللي قلته وفكرته فيا، لكن ارجوك ما تفضحنيش. ابوس رجليه. اطمني ما تخافيش، مش هلمسك بايدي. يا سلام، ده انت فوقتيني خالص. هدي نفسك هدي نفسك. انا مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه، انا فهمت كل حاجه. اول مره تخرجي فيها واول راجل تركبي معاه. معلش احمد ربنا لو وقعت في ايد انا. ما تعرفيش الخمره والليل والشيطان كان ممكن يوصلوا بيك الفيل. دلوقتي عرفت. وعملت كده ليه؟ ظروف. معلش، على كل حال احمد ربنا. انا اشكرك جدا لانك قتلت فيا الحيوان وايقظت الانسان. الحمد لله. ايوه الحمد لله. راحه فينا وصلك؟ في الظهر. بيتك في الظهر؟ ايوه. اديني حكيت لك على كل حاجة والبؤس اللي انا فيه. اذا كنت انت بأس اراد فانا رئيس نقابة البؤساء. احنا ما تلملناش على بعض من شوية. احنا التلاتة. احنا التلاتة؟ مين التالت؟ العربية دي. انت بتغني وصوتك جميل وعندك امل في المستقبل، والحظ مسيره افتح لك بابه، لكن انا الباب اتقفل في وشي خلاص. المغني لما يفقد صوته يفقد اسمه الى الابد. مش عاوز اضايقك بحكايتي. تصبح على خير. وانت من اهل. آه.
فيش فايده. الله هتعملي ايه؟ هزق لك العربيه. طب يلا اجمدي يلا. ايوه شاطره يلا. يلا بشرفي. ده انا كنت هروح في داهي لولا ربنا ستر. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ انا بقول الحقيقه، بس اللي ركبت مع ربنا هدف اخر دقيقه. توبة ما انت عاملها تاني. ايوه يا اختي كبريها وتخنيها وطلعيني كمان غلطان. انا اللي غلطانه، انت كتر خيرك تعبتي نفسك معايا، زلفتيني هدوم وقلت اللي تعرفيه. يا شيخه بس بلاش كلام فارغ، هو في فرق بيني وبينك؟ المهم. المهم ايه؟ كل حاجه في اولها صعبه، والواحده لازم تكون حد. ان شاء الله تكون في وسط 10 رجاله تقدر تخليهم ما ياخدوش منها لا حق ولا باطل. الظاهر ان انا نيله قوي، لكن انا هعرف ادردحك مره والتانيه، هتلاقيها حاجه لذيذه جدا. يعني فكرك اجرب تاني؟ يلزمك شويه دروس. الله فين الفرق؟ رغمتيه ولا ايه؟ من خدتي نسيته في العربيه. عربيه كانت ماركه ايه؟ الظاهر ملهاش ماركه. ازاي ماركه كده؟ يعني ماركه اللي يحب النبي يزق عليه العوض. نامي يا اختي نامي عشان تصحي بكره تاخدي الدروس. تصبح على خير. وانتي من اهل؟ انتي لسه صاحيه يا نينا؟ اعمل لك ايه؟ ما هو انت اللي مش عاوز تريحني. لا بتبطل شرب ولا سهر. وعد ومكتوب. اعمل ايه؟ اسمعتي كده. ربنا يهديك ويتوب عليك. حرام عليك تدعي عليا الدعوه دي يا ام. حرام. الحكيم مش قايل لك الخمره خطر على صحتك؟ الشر بره وبعيد تعجل بموتك. مش هموت ناقص عمر، لكن ما اقدرش اعيش وانا متعذب. كل ما افكر ان انا فنان محكوم عليا بالاعدام وانا صاحي تهون عليا دنيتي. وبعدين معك يا فهد. هادي يا ست زميلي سمير، كنت انا في قمه المجد وهو كان لسه على اول السلم. شوفي بقى دلوقتي هو فين وانا فين. هو اصبح الفنان العظيم وانا صراف بسيط في شركه كل مهمتي في الحياه ان اعد فلوس. يعني ما تخيرش عن عداد الميه وعداد النور وعداد التاكس. ما تعذبش نفسك بالافكار دي يا فتحي، ارضى باللي انت فيه. ده الرضا لمن يرضى يا ابني. هو انت هتكون اعدل من ربنا ولا احكم منه؟ كفايه يا صايا اشكرك. ما قلت ليش ايه اللي انت جايبه معاك ده؟ اصلي شفت في السكه قطه جميله حبيت امسكها، طلع جلدها في ايدي. يا سلام كانه متفصل عليا تمام. ايوه يا اختي ابقي انزولي في العربيه زي ما نسيتي الفرد. والنبي علي انا خايفه. خايفه من ايه بس؟ ما انت اتعودتي خلاص. بس خدي بالك مني كويس. اسمع، ميدان السبق ده يا روحي احسن حته تنقي منها حصان لابس بدله يكسبك فلوس ويفسحك. طب والحصان ده هنقيه ازاي؟ تنقيه بالنضاره دي، تبصي بيها يمين وشمال لحد ما تلاقيه، تتمشي كده لغايه ما توصلي جنبه وتروحي عامله نفسك صخصختي من الحر. يروح سند تقولي له اعمل معروف تسمح تنده لي السواق بتاعي اسمه الاستاذ عبده. طب ولما يروح ينده لي السواق افوق؟ تفوقي ازاي؟ هو اللي هيوصلك بعربيته. وفي السكه تفوقي. فوقي يا اختي فوقي. خدي يلا. وأدوا الأمانة إلى أهلها. الله هو أنت؟ ميرسي. اتفضلي اركبي. لا يا أخويا أنا مستعجلة جدا، هروح ماشية. ماشية؟ لا ما تتعبيش قلب أمال، بعدين العربية تحمرق ونعوز نزق. اركبي اركبي. النهاردة أنا عندي ليكي مفاجأة عجيبة.
مفاجأة ايه؟ مفاجأة هتفتح لك طريق الامل، هتسعدك. طول الليل وانا بفكر اعمل لك ايه، اساعدك ازاي لغاية ما بل النور. شوفي صرت الاستاذ سمير. سمير ده اخويا وزميلي، كنت هاجره من يوم ما اتنكبت في صوتي. الليلة هنروح له سوا وهنقابله وقدمك ليه وهنتفرج عنده. اركب اركبي. لا ده نركب قوي. انا في منتهى السعادة، من زمان نفسي اشوفه واسمعه وهو بيغني. تخلط انت منه الحديث وانا اصوره، المهم انك تاخد له صورة وهو في ملابس التمثيل. لو نجحنا يبقى انتصار صحفي هايل. شايفه النجد؟ كل دول عاوزين يقابلوه. طبعا انا مش هقدر ادخل معاك، قابله واحده. ليه؟ انا مقتنعه ليه ماشي بركه ما بتنفعش. الوقت هتفهم انك غلطانه، سمير لطيف قوي وهيقابلنا مقابله ممتازه. اتفضلي تعالى. انا مخطوبه، هستناك هنا. يا ترى فاكرني ولا نسيني؟ فتحي اخص عليك، 5 سنين ما شوفكش، ما تفوتش مرة، ما تعملش تليفون. لكن دايما في بالي، عارفك دايما مشغول. ده كلام تقوله يا فتحي، ده احنا زملاء واخوات وعشرة العمر. وده اللي شجعني ان قبلك، انا ليا خدمة عندك. امر. في واحدة يهمنا امرها، صوتها حلو، عاوزها تبقى تلمستك. يا شيخ فرحتني، كنت فاهم الخدمة علشانك. تلمست ايه؟ انا ناقص تلاقيها وتضيع وقت. بس طب وطي صوتك شويه احسن، دي واقفه على الباب تسمعك. يا خبر، خليها تتفضل. تتفضل. اتفضلي يا نهد هاني. هنا احسن، مش لازم اضيع وقت الاستاذ. ما يصحش يا مدمزيل، اتفضلي. ما احبش اضيع وقتك واكون زي الناس اللي بتلقحوا عليك. ما هو لو تشوفي المغرورين اللي بتحدفوا علينا تعذري، ما تاخديش على خاطرك مني. وان خد هطلع مين يعني؟ ما تلحقني يا سفاتحة، عملتها فيها وسبتني. طب اتفضلي ادخلي وانا اصالحكم. اتفضلي. دي بس مجرد فلتت لسان. اهلا وسهلا سمير التلقيح. يا اخي المكواجي زادها قوي، الجاكيت بقى لها ساعتين ما جاتش. روح استعجله يا حامد وحاتم. انا بعت استعجله يا استاذ. طب اخويا ميرسي قوي. يعني مهتم قوي بالقيافه الليله دي، ايه الحكايه؟ اه صحيح، ايه الحكايه؟ لو قلت لكم تستريحوا. الليله دي معزومه على عشاء عند الاستاذ سمير الموسيقار. الاستاذ سمير مره واحده؟ عشوة الأستاذ سمير من تخيلات الأوهام. أوهام؟ تصحى من النوم تلاقيك واكل سيكا يا ويتا. وكتير. طب وحياة دقنك أنت، هو هيكون معايا هناك حتة بنت زي القمر. عارفة مش الأنسة كمان بقى. يا نهار أسود، ركبناها البوع. معلش بقى الأستاذ سمير ملوش حظ. اعمل حرانة وروح لهم بالقميص والبنطلون. ربنا يديم عز السيادة يا حضرة المدير. تبقى عايز فلوس؟ تمام يا حضرة المدير. تمام يا حضرة المدير. ادي الشغل اللي ناخده منك يا حضره المستخدم، النومنج الكسلنج السلفنجي. عذر قهر يا حد مدير، لزوم الشياكه والاناقه. انا شامم ريحه شياط. دي جاكيتتي يا حد مدير. الربابيك يا دي تبقى جاكيتتك. كان جاكيتتي الله يرحمها. ربنا يديم عز السياده يا حد مدير. رجعنا لطلب الفلوس. عايز سلفيه قد ايه؟ 20 جنيه بس يا حد مدير. 20 ايه؟ جنيه تمام بدله ملحقاتها. حضرتك كلك نظر وحضرتك كلك اونقه يا مستخدم اخر الزمن. ربنا يديم عز السيادة يا حضرة المدير. والفلوس دي عايزها امتى؟ خير البلع عاجله. طيب حاضر حاضر، روح اكتب لي وصله وتعالى. ربنا يديم عز السيادة يا حضرة المدير. ما قلنا روح اكتب لي وصله وتعالى. علي علي فتحي بره. عامله بروحك كده ليه؟ كده البنت لازم تكلم خالتها. احترمي خالتك. خالتي؟ ايوه خالتك. هو سي فتحي ده فاهم ايه؟ مالكيش حد، مالكيش فاميليا، هكذا الخلاف والا فلا. طب وليه الكذب بس؟ وهيضرنا في ايه يا رخالتك؟ اتفضلي قدامي. هتقابلي فتحي بالشكل ده؟ وهتشوفي هيحترمني ازاي. قدامي. فتحي خالتي. تشرفنا، اتفضل استريح يا ابني. متشكر يا هاني. يظهر الهانم بتحب الاطلاع كتير. تقصد المطالعة؟ ايوه هانم المطالعة. المطالعة ايوه. انا سوسة كتب. باين يا فندم. بقرا كتير، نظري ضعف من كتر القراية. لا والله مالكيش حق يا هانم، القراية كتير بتتعب العينين ولا ايه يا ناهد؟ مظبوط عندك حق. ما بلاش قراية كتير يا خالتي. العلم يا ناهد يا بنتي ليه لذة تانية.
العلم نور. يا سلام يا سلام على الدرر اللي بتتطاير من حديثك. بتقري مين يا هانم؟ بقرا للاستاذ تاج النصر والاستاذ كايدهم. تاج النصر وكايدهم ده اسماء خيل بتجري في السبق. ما انا كتير قريت عن السبق. علشان كده لخبرت اسامي المؤلفين باسامي الخيل. لا بس ده من الاجهاد. وقريتي ايه كمان يا هانم؟ الثلاث كتب الاخيره اللي قريتهم الاندلاع في الاندفاع. يا سلام. صواريخ في المريخ. شيء عظيم. الخواطر الشاربه. تمام. انا كمان قريت الكتاب ده. عظيم. انا احب الشبان المثقفين المطلعين. عينيك ورمة من كتر القرايه. شويه اظن اتاخرنا على الاستاذ سمير. يلا بينا. يلا بينا. وهو كذلك. يلا بينا. الله، هو انت جايه معانا؟ انت عاوزاني اسيبك تخرجي مع شاب وتروحي معاه عند مطرب؟ انت بقيتي وقحه قوي. لا عندها حق يا ناهد. يا سلام، ده الاستاذ سمير باخده من السما لما تشرفه خالتك في بيته. تعرفي هانم ايه؟ هينبسط منك جدا لو كلمتيه عن كتاب صواريخ في المريخ. هكلمه. وانا هتبسط منك جدا لو قلت لي دفعت فيها كام. ايه هي يا فندم؟ الرخصه اللي انت مركبها على كم جاكيتتك دي. تعرفي يا ناهد ده يقدر يمشي في الشارع وما ياخدوش مخالفات. ورايا. خدوا مني سلاحي وقتلوني وقتلوني. أول ما نيجت جت في عيوني جت في عيوني. خدوا مني سلاحي وقتلوني وقتلوني. قتلوني يا بويا قتلوني قتلوني يا بويا قتلوني. مجروحة بنظرة حنية قضيت الليل صبحية في رموش العين اللي رموني. قتلوني يا بويا قتلوني قتلوني يا بويا قتلوني. قبلوني وكان قلبي خالي من الحب ومن شغلة بالي. بصيت معرفتش ايه جرالي مضطر للنار. جم وخدوني خدوا مني سلاحي وقتلوني. قتلوني قتلوني يا بويا قتلوني. من كتر عذابهم حاجة عظيمة جدا حاجة عظيمة جدا.
يا فتحي اقدر ابشرك بميلاد نجم جديد. مش قلت لك انا كنت واثق ان صوتها هيعجبك. انت مش هتكوني تلمستي وبس، انت هتكوني بطلة الروايه الجايه كمان. عندك مانع؟ عندي مانع؟ ابدا ابدا. هو معقول هيكون عندي مانع؟ استحسن انك تفكري كويس قبل ما تديني اجابه. الموضوع مش سهل، كلمة ايوه وراها مسؤوليات كبيرة جدا. اطمن، هكون تلمستك المطيع وهتمضي عقد فيه شروط شديدة خالص. انا فاهمة وموافقة. اهدى اللي موافقة عليه يا ست ناهي، هشتغل مع الاستاذ شروطه الجديدة. ما شاء الله، ومن امتى حضرتك ليكي كلمة؟ وتياترو ايه وسينما ايه ده اللي عايزة تشتغلي فيه؟ ايه المانع يا هان؟ تقاليد العائلة يا استاذ، احنا عائلة محافظة. اروح لهم انا واتفاهم معاهم بس عشان خاطر مستقبلها. لو رحت لهم مش هترجع. مش هرجع ليه؟ هيفرموك، يعملوك كفتة. كفتة؟ طيب انا اوعدك وعد شرف يا استاذ سمير اني حبذل جهدي علشان خاطرك وعلشان خاطر الاستاذ وعلشان خاطر ناهد كمان، لكن باردون ما تاخذونيش. إيه؟ اذا ما وفقتش ما تزعلوش لانه عائلتنا صعبة قوي. ربنا يوفقك يا هانم. لا مؤاخذة، نستأذن قدامي. الزيارة دي أسعدتني جدا وأتمنى أنها تتكرر كتير. هتتكرر كتير إن شاء الله. مع السلامة يا هان. مع السلامة يا أستاذ فتحي. الله يسلمك. اهدى، إحنا في عربية ولا في ورشة؟ لازم في ورشة، ما تجيش سامع الكركبة. أصلها بتمشي بالفحم الحجري. لا وأنت الصادق بتمشي بالقطن. الله، دي مسكتنا، مودينا فين؟ على بيتنا. بيتكم؟ أيوة، عشان تشوفي ماما وتتعرفي بيها. يا سلام، قد ايه مشتاقه عشان تشوفك. مش تحبي تشوفيها؟ طبعا، دي لازم ست اميره قوي جدا. بس خدي بالك دي من الدقه القديمه. تبقى كلها خير وبركه. اهلا وسهلا خطوه عزيزه، نورتوا البيت. والنبي انا بقالي كتير محدش بيزورني يا ولاد. فرصه عظيمه اللي تشرفنا فيها بمعرفه حضرتك يا هاني. احنا النهارده حصل لنا شرف عظيم. يشرف مقدارك يا حبيبتي. مين فيكو ست ناهي؟ انا يا تيزا. يا روح تيزا، قمر والنبي انا قلبي حبك من كتر سفتحي ما اتكلم عنك. هو فين يا اخواتي؟ انا هو يا نين، كنت بس بجهز حاجه بسيطه احتفالا بنجاح ناهي المنتظر. كونياك؟ ايوه. ايه ده؟ خمره؟ عايز تسقي بنت اختي خمره يا استاذ فتحي؟ خمره؟ اعوذ بالله. دي التوصيه اللي انا وصيتها لك يا فتحي. انت مش وعدتني ما ترجعش الخمره تاني. ده بس النهارده احتفالا بيكي. لازم تعقل يا استاذ فتحي وتبطل الخمره، لا احتفالا بحد ولا بصفه دواء. اسمع نصيحتي، انا زي اختك الكبير. ربنا يديم عليك نعمه الكمال. هات لنا اي حاجه تانية. اهو ده كلام الامراء الطيبين. يا سلام، لو كانت الناس كلها قلوبها على بعض كانت الدنيا ترجع بخير زي ما كانت. قلت ايه يا سي فتحي؟ زي ما تؤمر ناهد، كلام ناهد عندي لا يرد. شفتي سي فتحي بيتكلم عنك ازاي؟ ده بس تيجي سيرتك يبقى وشه كله بيضحك. ده فتحي امير قوي، ربنا يهديه. يسمع منك يا بنتي. اتفضلي. اهي دي حاجه لطيفه الواحد يقدر يشربها بكل سرور. انت هتشرفينا يا هان. هاجي لكم ان شاء الله ولو اني ما بخرجش. اهلا وسهلا. تأنسي وتشرفي يا تيزا. مش يلا بينا بقى يا ناهد؟ يلا يا خالد. الله، مستعجله ليه يا ناهد؟ المره اللي تعرفنا ببعض، المره الجايه ناخد حريتنا. البيت مفتوح قدامك في كل وقت. مع السلامه يا بنتي. الله يسلمك. على فكره انا هاخد الازازه دي ارميها في الشارع عشان ما تشربش. عمرك. ربنا يكملك بعقلك يا حبيبتي. انا لسه شرفت. الله يقلك. يا ترى الصنف اللي بتشربه جنسه ايه يا سي فتحي؟ ايه انت سرحانه في ايه؟ في خيال، مش قادره اصدق اني هقدر اشوفه كل يوم واقعد معاه واسمع صوته والحانه. مسكينه، يلزمك يا اختي كام لحن كده في الشهر تسمعيهم وتصرفي منهم؟ امال فنان عظيم زي ده الواحد هياخد منه ايه؟ تاخدي منه ايه؟ عقله اولا ثم محفظته. انت افكارك غريبه قوي عليا. لا، انت مخك اللي مركب قوي، ما تقدريش تبلي فيه وتخليه يحبك ثم يتزوجك. ما تبقيش مجنونه، سمير الموسيقار يفكر في واحده زيي وانا اكون ايه جنب اللي بيحلموا يتجوزوه؟ انت لو كنت شاطره تسيب اللي بيحلموا يحلموا وتخليك انت صاحيه تشتغلي عليه. لو تسمعي كلامي. يحصل ايه؟ يحصل اني احط مفاتيح شقته في شنطتي، شقته اللي هتهوسني اللي هتجنني. تحطيهم بصفتك ايه؟ بصفتي خالتك يا عين خالتي. مش شاطره بس تشعلقيلي في ابور الزلط بتاع سي فتحي؟ ماله فتحي؟ والنبي انا حبيت مامته. حبيتي مامته؟ قطيعه تقطع فتحي.
فتحي وام فتحي وعربيه فتحي وخمر فتحي. شرف كبير قوي يا استاذ. شرف لمين؟ ليا طبعا. وليه ما يكونش علشاني انا؟ ما تقولش كده يا استاذ. يا ناهد انت تستاهل كل اجلال واحترام. عايز اسمع منك الكلمة اللي في بالي قوليها لي حتى من غير ما تقوليها لي. ما قلتها لك في كل نظرة عدد رموش العين وكتبتها لك في كل مرة على الخدود سطرين تحب بقولها لك تاني. عرفتها وارتاح قلبي. بحب الماضي وعذابه اللي أزيده عشان لولا العذاب عمري ما كنتش حقدر اوصل لك. واحب الحاضر اللي احنا اتقابلنا فيه وفرحنا. واحب بكره مدام هعيش معاك بآمالي وعمري بكرة قبل النهاردة ما فات على بالي. اسمح لي أستاذ الخيال أسأل أنا أيضا سؤال خايف يكون السؤال في قلبك أنت كل جوابه ده القلب بس النهاردة عايز جواب من أحبابه. بتحب فيا ايه؟ كل مصادف اي جمال جمالك انت في عيني زيد الاقي قلبي حن ومال واحب من اول وجديد واحب من أول وجديد.
ايه رايك يا حلو؟ ايه في ايه؟ في واحد بره معاه ازازه ويسكي سكوتش ب70 سال. لا يا عم ربنا تاب علينا خلاص. ايه عاوز تقول انك بطلت الخمره؟ ايوه بشرب الاسوس دلوقتي. ايه؟ يا محمد يا حسن. ايه يا حبيبي؟ تعالوا الحقوني ما تنكوش. ايه؟ فتحي مش بطل الخمره؟ لا يا شيخ لازم عيان. لا يا اخ ولا عيان ولا حاجه، صحتي زي الحديده. امال الدكتور خلاك تبطلها ليه؟ اصل الدكتور بتاعي صوته لوحده بيسكر، عينيه بتخبر. لازم دكتور بشعر اصفر وعيونه خد. لو انت صادق عيون عسليه شعر اسود. لا ده طب زي الراجل مسكين. لا بالله ده طب مسكين قوي. الاستاذ فتحي من فضلك. ايوه يا فندم هو جوه اهو. اهلا وسهلا يا فندم اتفضلوا. لقيتوا الحق يا جماعه في غلط الحشمه، ليه حق يتوب على ايديه؟ لا يا شيخ ده انا ما خدتش بالي كويس، اما اخبط لي نظره. ياهو دي حاجة تلحس، حاجة تطق العقل يا اخوان. ايه شفت ايه؟ قلبين زبدة في جزمة وشراب. طب اتهوى بقى احسن تسيح. يا فندم انت شرفتينا جدا واسعدتينا بزيارتك. يا اخويا استنى الاستك اتقطع. استك ايه يا فندم؟ استك الشراب. هعمل ايه دلوقتي؟ تمام. ينفع ده يا فندم؟ اي حاجة مؤقتا، يبقى اسمنا خدنا حاجة منك. يا فندم انا تحت امرك. اموري. كده؟ ما تعرفيش انا قد ايه مبسوط من زيارتك. ميرسي. خصوصا في موضوع عاوز اخد رايك فيه. طيب مش قبل ما تقفل الخزنه تسالني انا جيت ليه؟ وايه دخل الخزنه يا فندم؟ اصل في ظرف صعب قوي ولازمني 20 جنيه ضروري. لا تتدبر، بس مش من الخزنه، انا ما اقدرش ابدا امد ايدي القرش منها. عن اذنك لحظه واحده. ربنا يديم على السياده حطيدير. سلفيه جديده طبعا. ايوه الارتباكات الماليه دي طبعا حصلها لك من علاقات نسائيه، نسائيه سخنه لذيذه مش كده؟ لذيذه جدا يا حط مدير، انما وشرفك بريئه خالص، خطوبه يعقوبها زواج. وهتعزمنا على عشوه لذيذه من ايدين الست ولا عشوه بس؟ ده عشاء وغدا وفطار. طيب قبلت عزومتك يا راجل، بس على شرط. خير ان شاء الله. ممنوع منعا باتا تقول لي بعد الاكل. ربنا يديم عز السياده. لا ابدا وشرفك يا حاج مدير، انما بس يعني دلوقتي يعني ربنا يديم عز السياده. مفهوم مفهوم. وعايز كام؟ برضو 20 جنيه. طيب روح اكتب لي وصل وتعالى. اسمع قرب عليا شويه. قرب. خير ان شاء الله. شممني روايحك اللي هلا منك. اخ يا ناري منك. خلاص يا ستي الحكايه قضيت، المبلغ تحت امرك. اشكرك على الشهامه. ما قلتليش بقى ايه رايك في حكايتي؟ هطول كلمه واحده، بحب ناهد. ناهد بنت اختي؟ حب عباده. ايه رايها فيا؟ اتقدم لخطوبتها؟ في مانع؟ انت مش نازل معايا دلوقتي؟ ايوه. طيب نكمل الحديث بحريه احسن. اتفضل. اديتها مولعه، لازم تعي. خش كلمها وقول لها اللي في قلبك. بس لما طمنيني من جهتها قبلها اقول لك افوت عليك بكره تقولي لي على النتيجه. اقول لك روح استناني في اوضتي وانت تسمع الكلام بودنك. اه كده. واذا اطمنت اظهر وبان. يلا هي الاوضه. فكري في ايه يا بنتي؟ قولي مين شغل بالك؟ تفتكري مين؟ فتحي طبعا. وده عايزه حداها يقطعك. عرفت منين اني بحب فتحي؟ ده انا بعبده وما اقدرش اعيش من غيره. فيلك يا فتحي تسمع الكلام ده؟ روحي بتنادي عليك من كتر شوقها اليك. تعالى سلم تعالى سلم. ايه الهلوسه دي؟ اركزي شويه عشان اقولك على شاغل بالي. مين اللي شاغل بالي؟ فتحي. الهي تتشكف مني عينك يا سي فتحي. تعرفي حبيته امتى؟ امتى يا روحي؟ وانتوا بتزقوا العربيه سوا؟ وانتوا بتدوروا المانيفيلا؟ عربيه ايه ومانيفيله ايه؟ انت صدقت صح اني بحب فتحي؟ امال بتحب مين؟ بحب سمير. يا بنت الك. عن اذنك بقى رايحه فين؟ في حاجه بتتحرق في اوضتي. ريحتي يا مشي. الحمد لله.
ايه يا حبيبي ايه؟ خير يا ابني خير؟ اديني حلاوة في عيني، خلاص حاطتني الفرحة، سمعتها وهي بتقول انها بتحبني، كنت هفتح الباب واخدها من ايديا، لو لقيت ارتبكت، الارتباك ده والخجل بيضيع مني فرص كتير قوي يا اما. الف مبروك يا ابني. طمنيني يا اما، قلبك مفتوح لناها صحيح؟ مفتوح لها قوي، ده انا بدعي لها ليل نهار من يوم ما بطلتك الخمرة، ده يوم المونة يوم ما تصبح عروستك. ربنا يديم عز السيادة يا حضرة المدير. حفظتها وش بعدها وياك سلفيات سلفيات سلفيات. ما هو ربنا يديم عز السيادة يا حضرة المدير. العروسة حلوة شربات ده كويس، لكن تدينك بالشكل ده اهو ده اللي مش كويس. يعني حضرتك تحب الموظف بتاعك يكون عديم الوفاء والإنسانية؟ مستحيل مستحيل. تحب اني اكون صغير في نظر حضرتك؟ ما قبلش ابدا. انا وعدت حضرتك بغدا وعشا وفطور، فلازم اقدم الشبكة للعروس عشان افوق بعدي، ده انا مكسوف خالص مش قادر احط عيني في عين حضرتك ابدا. معلوم معلوم. ربنا يديم عز السيادة حضرة المدير. بالاختصار كام؟ لا 50 جنيه بس. 50؟ 50 جنيه كتير، شبكة وشربات وغدا وعشا وفطور عشان حضرتك. لا مش كتير مش كتير ابدا. طب روح اكتب لي وصل وتعالى. ربنا يديم عز السيادة حضرة المدير. اهلا وسهلا. خطوة عزيزة يا فندم. متشكر قوي يا سمير. تعرف ان انا هقدم لك علبة ملبس زي دي قريب جدا؟ بشرة خير صحيح؟ صحيح يا سمير. لقيت الملاك الوديع الحنون اللي هيسعد ايامي وحياتي. طب فيك من يكتم السر؟ كبير. انا كمان لقيت الملاك الوديع اللي هيسعد ايامي وحياتي. الله. طب ومستني ايه؟ ما تجيب الشبكه وتقدمها زي ما اشتريتها وموجوده معايا كده. امال اوعاد تيجي معايا لما اقدم لها الشبكه؟ ما عنديش مانع، بس على شرط تيجي انت كمان معايا اقدم شبكتي. اتفقنا، بس ما قلتليش عروستك مين. لا ده سر بعدين هتعرفه لوحدك. وانت عروستك مين؟ وده سر كمان هتعرفه بنفسك. ناولني شبكتك اتفرج عليها. اهي يا سيدي. ايه رايك؟ بديعه جدا بس غاليه شويه. كلفتك كام؟ 30 جنيه. ياه. طب ايه رايك في العقد ده؟ وريني. لا يا اخويا ده لبس خالص، ده لازم كلفك مبلغ. نفس المبلغ اللي دفعته والله، بس يزيد صفرين على اليمين. رايح فين؟ لخطيبتي. خطيبتك مين هي؟ ناهد. ناهد هي قصدي تبقى عندها فكره عن الموضوع؟ عندها خبر انك هتقدم لها شبكه الليله؟ وفي انتظاري، دي كانت حطير من الفرح. اما مفاجاه لطيفه قوي. ناهد الف مبروك، اهنيك من كل قلبي. متشكر جدا. يلا بينا. بينا فين؟ انت عايزني اطلع لناهد ومناسبه زي دي بايدي فاضيه؟ يستحيل يستحيل. بس تعالى. اجي ازاي؟ انا حصلك حالا، بارك لها بالنيابه عني. انت يا مجنون. فتحي. بتشرب؟ من فرحتي. فرحتك؟ مالك يا فتحي؟ انت بتغير خالص. طمني، حصل حاجه يا ابني؟ حصل اللي بيحصل كل يوم، الدنيا بتلعب بالناس بقلوبهم بإحساسهم. حصل ان انا نسيت ان ناهد ست زي كل الستات، والستات قلوبها الغاز، تعشق وتكره، ترضى وتغضب. اوام كده وايه اللي غيرها؟ الذهب، سحر المجد، الحان الشهرة. مش فاهمة حاجة. ناهد اتخطبت لغيرك؟ لسمير. سمير بالذات أقرب إنسان لقلبي. سيبيني أشرب. يا حبيبي يا ابني، عرفت إنك جبت عليك وإن عليها مش خالتي، عاوز تتجوزني. تفرق إيه إذا كانت خالتك ولا مش خالتك؟ أنا بحبك أنتي وهتجوزك أنتي. كل اللي كنت عايزه إنها تكون موجودة معانا تشاركنا فرحتنا وهنانا. إيه رأيك؟ يعجبك؟ بديع بديع جدا يا حبيبي يا سمير. عاوزين نتجوز بسرعه. نستعجل قوي قوي. نخليها بكره ولا بعده؟ خليها بعد بعده عشان نستعجل. ياه ده بعد بعده ده يبقى بعيد قوي. يعني بعد يومين. امرك يا ستي.
وحنبقى اتنين، فاضل يومين وحنبقى اتنين. ارتاح يا قلبي ونامي عيني، ارتاح يا قلبي حنبقى اتنين، حنبقى اتنين. كنت أسألك يا قلبي زمان، كنت أسألك يا قلبي زمان، عايش لوحدك ليه حيران؟ تقول لي خايف من الحرمان، والحب قاسي ملوش أمان. دلوقتي قول لي كلامك فين، والفرح بيني وبينه يومين، يومين يا ناس وحنبقى اتنين. ارتاح يا قلبي ونام يا عين، ارتاح يا قلبي حنبقى اتنين، حنبقى اتنين. ما هويت بقيت خايفة لكون حبيت، وانت يا عين ساعة ما هويت بقيت خايفة لكون حبيت. واديك شفت لعمري قسيت، في الحب ولا من هجري بكيت. والدمع ليه حيفوت على عين، بينها وبين الفرح يومين، يومين يا ناس وحنبقى اتنين. ارتاح يا قلبي ونام يا عين، ارتاح يا قلبي حنبقى اتنين، حنبقى اتنين. هو فتحي لسه مجاش؟ لسه لغايه دلوقتي مجاش، دخلناها خل خالص لحد دلوقتي وما يجيش. طيب اول ما يجي خليه يدخل لي على طول، كل شيء ليه نهاية. يا حضرة المدير يمكن حصل له حادث ولا حاجة. الحادث ما حصلوش إلا يوم ما خطب. فتحي ما خسرش إلا يوم ما خطب. لازم أستك شربها انقطع وقاعد يصلحه. اه بالظبط، لازم أستك شربها. مش كده قاعد يصلحه. يصلحها. يهديك ربنا يا ابني يا حبيبي، ارحم نفسك وارحمني. طيب اخرج كلك لقمة تسند قلبك علشان خاطر. مش عاوز اكل، مش عاوز اخرج، مش عاوز اشوف حد. سيبوني سيبوني. يعني مصممة انك تتعشى عندك ولا تغير رأيك وتيجي تتعشى انت عندي؟ عندك انت هيبقى كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة، انما هنا ده اخر يوم، اخر مرة هتعشى فيها هنا. هودع حياتي القديمة واستعد لحياة الجديدة. ها ايه رأيك؟ طيب يا ستي انا جاي لك حل، بعد لحظات اكون عندك. رفار مؤقتا. الست والدة الاستاذ فتحي موجودة برا. اهلا وسهلا، خليها تتفضل. اهلا وسهلا. مساء الخير يا ابني. ايه فتحي خير؟ طمنين. فتحي يهمك للدرجه دي؟ فتحي اخويا وحبيبي وزميلي، شغلتيني عليه في ايه؟ اتفضلي سريعه. ما اعرفش ليه ربنا دايما فاكره بالطيب، شاءت ارادته يحرمه من صوته، من الامل اللي كان عايش بيه. استمتل لحكم القدر ورد بنصيبه وقال امرك يا رب. عارف عارف. في حاجه جديده؟ طمنيني في ايه. من مده بسيطه ابتدت الدنيا تنور في عينيه، اتخلق له امل جديد وبقاله بكره يفكر فيه. لكن يا كبدي
ما لحقش يفرح ويتهنى، خد السكينه في قلبه. سكينه؟ سكينه ايه؟ سكينه ان ما تعالجش منها يموت. ده انا افديه بروحي. تأمر بايه؟ انا تحت تصرفك. مش تعرف قابله الايد اللي ضربته ايد مين؟ ايد مين؟ ايد اخوه وحبيبه. ايدك انت يا سمير. ايدي انا؟ ايوه، خطبت ناهد وخدتها منه. ناهد؟ هي، مفيش غيرها. فتحي كان بيحب ناهد؟ ده انا لو اقول بيحبها ابقى ظلمته. دي روحه، دي هي الخيط اللي بيربطه بالدنيا، لو انقطع يبقى ملوش حياه. مسكين، شفقان عليه، اوهب له الحياه، لو سبت له ناهد هتحييه. وانا مين يحييني؟ ناهد لها في قلبي اعز مكان. اللي في قلب فتح الناهد في قلبي. يا نينا، احنا الاثنين ولادك، شوف تحب تضحي بمين في الاثنين. اللي ترضاه له انت ارضاه له انا. بس شوف انت فين وفتح فين. فتح راجل بسيط وحيد محروم من كل شيء، لكن انت ربنا يزيدك من نعيمه، الدنيا واخدك في احضنها ومديالك كل شيء، ملايين القلوب حواليك بترعيك وترضيك، المجد ممدود قدامك والشهره في ركابك، الف ست وست تتمناك. لكن فتحي لما يتلفت حواليه ما يلاقيش الا ناهد بس، وانا اللي قربت استعوض ربنا فيه. وهو فين دلوقتي؟ بيعمل ايه؟ بيقولوا في بار بيشرب ليل ونهار، يستعجل قضاه بايديه. ما تعيطيش، انا معتمده على الله وعلى قلبك الطاهر الكريم. ان شاء الله هعمل كل شيء يرضيكي. ولي رجاء تاني عندك، لو شفت فتحي ما تقولوش اني قابلتك. مفهوم مفهوم، اطمني. مع السلامة. مع السلامة. أنا اللي تهون
الأمل الحلو يكون علي حرام والغير حلال. أول شبكة كانت بالعين والتانية شبكة قلبي اتعرضوا يعيشوا حبيبين روح وواحدة عايشة في جسدين يا أغلى هدية لخطيب يهديها عاشق لحبيب لك معنى في الوصل قريب من عارف يوم ولا احسب الايام باليوم وباليومين واقول فاضل لي كام ساعة ونبقى اتنين واقول فاضل لي كام ساعة ونبقى اتنين دلوقتي ساعتي ماشية وفايتاني دلوقتي ساعتي ماشية وفايتاني والناس في أوقاتي عايشة ونسياني عايشة ونسياني عايشة ونسياني عايشة ونسياني عظيم. ازاي حالك؟ مش بطال يا استاذ. يا استاذ احمد ربنا اللي بعت لك ملاك. احمده واشكره لكن برضه متضايق. ليه؟ يظهر اني مش واخد على الملايكه. يعني كاس لي يا استاذ احكيلي. انا وانا فايت شفتك قلت اخش اشتكي لك همي يمكن ارتاح على ايديك لكن يظهر انك منتش فايق. مش فاهم مين انا مش فاهم. انا فايق يا اخويا. حصل منها حاجة؟ لا مني أنا وده اللي مضايقني. هي ما غلطتش معايا لكن أنا اللي ظلمتها. كنت فاكر إنه حب أتريه أوهام. ما تتكلم بصراحة. في إيه؟ أنا غلطت غلطة وعايز أصلح غلطتي والمصيبة إني جنيت على بنت بريئة رقيقة الإحساس والشعور. أنا جنت عليا بنت بنت بريئة رقيقة الإحساس والشعور. أنت عارف إني خطبت ناهد. ايوه عارف. كنت فاكر اني بحبها
لكن اتضح لي اني بحب صوتها بس، وبحب حريتي، انا فنان ولازم اتنقل كل يوم على بوسطة. ناوي تعمل ايه؟ مفيش غيرك ينقذني، انت صديق الطرفين، عايزك تقول لها الكلام ده بالنيابة عني. اشرح لها موقفي وقول لها تسامحني. كده اقدر اعتمد عليك؟ جدا جدا. قول لي بقى كنت بتفكر. لا لا لا، دي مساله فارغه كده وفاتت خلاص يا شيخ. قول. وحياه معزتك عندي يا سمير. يا سلام يا سمير، ما تعرفش قد ايه انا بحبك دلوقتي. خد كاس معايا، خد. وفتحي خرج بدري كده ليه؟ ده انا كان نفسي اشوف. عارف انه ملوش حد بيسال عليه خرج. خير يا بنتي؟ كل خير. انا يتيمه ماليش حد، وبعتبرك امي وفتح اخويا، جايلكوا تفرحولي. انا اتخطبت. مبروك. لما يجي فتح افندي من السفر هقوله. هو فتحي سافر النهارده؟ لا انت ما سافرتش. سمير عطلنا عن السفر. سمير وعرفت؟ ايوه، ويا ريتني ما عرفت. اقصى عليك، ما تفرحليش. والله كان نفسي افرح لك، لكن لما قال لي سمير النهارده. سمير قال لك حاجه يا فتحي؟ حاجات. معلش. بخصوصي انا؟ ايوه بخصوصك. الحقيقه انا اندهشت جدا لما قالوا انه خطبك، لان عارف انه متقلب وهوائي وما بيرساش على حال واحد ابدا. قال لك ايه؟ تسمحي اننا تسيبينا لوحدنا؟ حاضر يا ابني. غلطه سمير انه تسرع، فهم غلط انه بيحبك. ازاي؟ اقول لك ازاي. بقى يا ستي عثمان افندم، ان كانت هي انت عارف هتعمل ايه؟ ايوه هاي هاي. الاستاذ موجود؟ موجود يا فندم. قول انا هنا يا عثمان. ما نقدرش نكلمه دلوقتي، الاستاذ مشغول، في عنده ناس. ناس؟ ناس مين؟ ستات. راح نقول له ايه؟ ستات قرايبه؟ لا لا يا فندم، الستات اللي بيجوا هنا كل يوم مش قريبه كده. طب خد اديله ده عشان ما يفهمش ان زي غيري يقدر يشتريني بالفلوس. اتفضل. خساره، خساره كبيره قوي قوي. ولا خساره ولا حاجه، انا احمد ربنا اللي عرفته على الحقيقه. انا ما بقولش خساره على الراجل، بقول خساره على العقد. عقد الماس؟ حد يرمي النعمه منك لله يا بعيده. عقد الماس يعني اجره بانسيون ولبس واكل وفسح وكل حاجه. سنه 12 شهر لا تفتحي فيهم شنطه ولا توقعي فيهم منديل ولا تسخسخي في السبق يا رخالتك. ما يهمنيش، انا استريحت. يا خساره دروسي، انا لازم اروح انقذ الموقف. ما تتعبيش نفسك، جوازنا ما عادش فيه فايده. انا رايحه انقذ العقد مش رايحه انقذ الحب. يا استاذ ده كلام مش معقول. ناهد وصدقت الكلام ده، لكن انا علي خليتها. الحكايه لازم فيها سر. قول لي بصراحه، تكونش بتحبني؟ يا جوز يا حياتي، انا اضحي بكل شيء علشانك، بعمري. يلزمك؟ ما يلزمنيش. اخصى عليك، انا بقول على عمري، بعزم عليك باعز ما امتلك. وانا بعزم عليك بالعرق، بس على شرط. شرط ماذا؟ ايه اللي يعجبك؟ تيجي تعيشي معايا هنا. وده اسمه شرط؟ بتسميه شرط؟ ده اسمه اوكازيون. ده انا موافقه جدا، موافقه جدا قوي خالص. وتعيشي معايا بشرط. احب شروطك، اموت في شروطك. الشرط ده ما تقولوش، انا عارفاه. عرفت ايه؟ عرفت انك عايز تتجوزني، مش كده؟ ده غير كده خالص. انت هتكوني قدام الناس وبصفه خاصه قدام ناهد وفتحي، الست بتاعتي اللي عايشه معايا. انما بيننا وبين بعض ايه؟ هتلبخ؟ يعني كل واحد منا هينام في اوضه لوحده. المسألة تمثيله بس، فهمتي؟ خلص الأوكازيون. إيه مش عاجبك؟ يا سلام، هو أنا عبيطة؟ يعني موافقة جدا. السنافور فتح. مش فاهم. يعني السكة مفتوحة قدام الإكسبريس. برضو مش فاهم. أمال بتحب إزاي؟ الحب ده عايز فهلوة، عايز حدائق. ما هو طبعا. ده يا شيخ ضحكتني. صاحبك اللي عرفت بيه ناهد بنت أختي. ماله؟ غدر بيها، ويا كبدي قاعدة حزينة. ده وقتك، ده يومك، قوم اتحرك الى الامام يا ايه. عندك في المحطه دي؟ عندك. من كتر تفكيري فيك وحبك لناهد ما قدرتش افرمل صوابعي. وايه دخل حب الناهد في الخزنه؟ شايف ده؟
عارفه شبكه سمير ماله؟ نايد مكلفاني اني ارميهوله في وشه. تعرف ليه؟ ليه؟ لانه مش مالي عينها. يا نهار ابيض، العود ده مش مالي عينها؟ اه. امال كنت قدمت لها الشبكه دي كانت قالت ايه؟ ايه ده؟ دي من اللي بيطلع لهم في البخت. وحشه؟ اما يا استاذ لو كنت قدمت الشبكه دي كنت اقول لك اقرا الفاتحه على روحك، كنت نزلت من عينها خالص. بقى انت تهين ناهد الاهانه دي؟ يا ريتني ما جيت لك. يوكا تكنيله استك شراب. انا ما كنتش فاهم كده. امال انت فاهم احلام البنت في الجواز ايه؟ اكل وشرب؟ لا يا عزيزي، احلام البنت في الجواز لازم تظهر وتكيد العوازل اللي زي صاحبك. تكيدهم بايه؟ بعقد اغلى من ده، ببروش الماز، بعربيه كادلك. طب وانا اجيب منين؟ انا مستخدم بسيط. بلا خيبه بلا نيله بلا وكسه. في حاجه اسمها سبق، في بوكر تقدر تاخد من الخزنه وترجع من غير ما حد ياخد باله. اعوذ بالله، انا راجل طول عمري شريف. شريف ولا قلبك خفيف؟ اوعى تقول لي انك بتحب. ونصيحه مني، ما ترجعش الناحي التاني، الحب الحاف خلص. باي باي يا رحطان، احسن اتاخرت. لسه قاعد ولا ايه يا انس؟ يا انس معذور يا اخي، صاحب بالين كذاب. يلا بينا، يلا هو سمعنا ده سابح في ملكوت. يلا يلا. ده حزيني قوي. ده الملتقى. عايز في حاجه يا فاطمه؟ ها؟ لا 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 ابدا. اقدر اروح؟ اه لا اروح. من عنده ولابسه العقد، رحت هاجمه عليها واخده العقد منها ولابساها، ما قدرتش تتنفس. انا قلت الحكايه دي ما تزعلكيش وانا اولى من غيرك. لا هزعل ليه؟ رايحه فين؟ عنده، ما احنا اتفقنا سوا ان انا اعيش عنده، والعقد ضربت كلام، وانا قلت الحكايه دي ما تزعلكيش وانا اولى من غيرك. عندك حق، انا هشتغل عليه لغايه ما يقع، ولما يقع هسيبه زي ما سابك وانتقم لك منه. وليه التعب ده كله؟ ما تتعبيش نفسك. تعبك راحه يا حبيبتي، ابقي اتفضلي زوريني. روفار. يا ساتر، الدنيا فيها ناس بالشكل ده. معايا لك هديه لكن لطيفه قوي يمكن تعجبك. ما قدرتش استنى للصبح، انا خايف اكون ازعجتك. ابدا ابدا، انا كنت محتاجه الانسان اتكلم معاه. لما اتخطبت لسمير كتمت عواطفي في قلبي وقلت كفايه اشوفك سعيده من بعيد لبعيد، لكن دلوقتي اقدر اقول لك يا ريت نفضل مع بعض على طول. يا ريت يا فتحي، يا ريت. صحيح يا ناهد، تجوزيني ما نسيبش بعض ابدا. انا ليا مين غيرك دلوقتي يا فتحي؟ يا حبيبتي شوفي بيتك اللطيفه ده تعجبك. الله، قد كده بتحبني يا فتحي؟ واكثر من كده. قال انا اخد مطرح ناهد بنت اختي اسمى ونصيب. انت يا انت يا استاذ، سامع المزيكا الحلوه بتاعتك اللي بتخلي الوسط يرقص لوحده. Thank you.
بديعه بديعه جدا. تصبح على خير. الله، انت فايتني ورايح فين؟ رايح انام. انا ما اقدرش انام لوحدي، بخاف. بكره تعودي بقى، دي اخلاق. يوكا تكنيله استك شراب. الو يا سيدي، بارك لي. الحكايه اللي عملتها مع ناهد جت في مصلحتي انا. ايوه هنتجوز. انا بكلمك حسب طلبها هي. اسمع سمير، عاوز تعزمك على الفرح. الف مبروك يا ناهد، ربنا يهنيكم. في واحده قريبتك هنا عاوز اكلمك. الو، تصدقي بايه ان انا كنت بحلم بيكي؟ اوعي تنسي تعزميني على الفرح، نادر عليا لارقص لك ليله الدخل. ميرسي يا حبيبتي، انا عارفه معزتي عندي. ارفوار. كويس خالص. خالتك بتعمل ايه هناك؟ دي مش خالتي، انا هحكي لك الحكايه. لا مش وقته، احنا جايين نزور المكان اللي اتقابلنا فيه اول مره. جرسون، اتنين كازوزة. يبارك فيك ويبارك ايامك، ما انت صاحب الفضل والاحسان. يعني انا ما تقوليش كده. يا ريت لساني يا ابني يقدر يقول اللي بيقوله قلبي. جبرت بخاطري وجبرت قلبي ابني وجيت على نفسك، ربنا يعوضك خير. ما انا كمان لقيت لي ام، وكنت محروم من حنان الام. مدام راضي عني خلاص. ربنا يرضى عنك وينجح مقصدك. تعبان عليك التضحية ولا حسيت انك ضحية؟ مت؟ اتوفيت؟ اذا كان لسه فيك الروح اعمل لك تنفس اصطناعي. اصل محسوبتك يا مصحة قلوب نايمة. الله، انت موديني على فين؟ على البنسيون، المأمورية انتهت. يا بايع على قلة الذوق. الشغل شغل. هدومي، هدومي عندك. ما تخافيش، عثمان رتبها في الشنطة والشنطة ورا في العربية. قد كده كنت متضايق مني؟ المسألة مش محتاجة الاعتاب، الشرط نور. فتحي برقبتك. سمير لقفت مع أجمل تمنيات السعادة، كلمات رقيقة زي صاحبها. الورد الأبيض معناه الإخلاص. والله صحيح، سمير صديق وفي مخلص فعلا، راجل طيب، ربنا يوفقه في عمله. في عملكم انتوا الاثنين. قصدك ايه؟ قصدي العقد اللي بينك وبينه وبين صاحب المسرح. انت عاوز نقف قدامه على المسرح واغني معاه؟ مستحيل، انا انسانه ليا احساس وشعور. مستحيل؟ مستحيل ازاي؟ ده فسخ العقد معناه خراب كنتوا الاثنين. هتعمل ايه؟ هعمل، هتصرف بالنيابه عن مراتي التصرف اللائق تمام. الو، اهلا بالعريس. ازاي العروسه؟ العروسه بخير والحمد لله. يا سيدي بتشكرك جدا على الورد اللطيف اللي انت قدمته لها. ها؟ هاي اسمع، ناهد متمسكة جدا بالعقد اللي بينكم. كل التمسك. لا 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 لا، تأجل ايه وشهر عسل ايه؟ اوعى تأجل معاد الافتتاح. لا كويس انك قلت لي. هاي طيب يا سيدي، روحك.
بتبكي ليه يا نغم؟ بتناجي مين يا رجع دموع الندم عمر اللي فات ما يعود مكتوب علي الألم والجنة للموت مكتوب علي الألم والجنة للموت والجنة للموت أحلى الحاني اللي نسياني اللي فايتاني وسط أحزاني خدت ليه قلبي رجعيه تاني اللي نسياني اللي نسياني Hey, now.
الحبيب والحبيب انسوا الدموع والأنين لكل عاشق نصيب في جنة بتبكي ليه يا نغم بتناجي مين يا رجع دموع الندم عمر اللي فات ما يعود مكتوب علي الألم والجنة مكتوب علي الألم والجنة للموعود والجنة للموعود. أنا هودة دي كانت هتاكله بقنيه بقى ده تمثيل يا اخواتي دي رقعته حتة بوسة ما تطلعش مني أنا يا ترى هي بتبوسك كده ما قلت ليش يا فتحي عجبتك ولا لا قوي ممثلة ما فيش كده أبدا بذمتك مش كنت هايلة يا سلام ده انت كنت هايلة بشكل خصوصا ساعة البوس أصل البوس بيهدي الأعصاب طبعا أعصابك هديت مش كده الله ايه اللهجه العجيبه دي مالك بتفكر في ايه بفكر في بوستك لسمير سمير اللي حقد عليه ده تمثيل يا فتحي تمثيل انا ممثل قديم وافهم الفرق بين التمثيل والحقيقه يعني ايه نظراتك له عينيك اللي كانت هتاكله وهو بيمثل على المسرح وحاجات كتير كمان ما تظلمنيش يا فتحي انا ما كنتش اكتر من ممثله بتادي واجب 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 حبيب لقلبك واجب بتاديه بروحك واحساسك ده معناه انك بتشك فيا في شرفي معذور ما هو اسمحي لي يعني الشرف ملوش قيمه كبيره عندك فتحي ما تطلعيش فيها امال انت نسيت احنا تقابلنا فين مش في بار الكمال ولا بار الكمال لو ما كنتش قابلتك انا في البار كنت هتعمل ايه مش كنت هتقابل اي راجل تاني تستمر في الدور اللي انت رسماه لنفسك عندك حق يا فتحي ده جزاء البنت اللي تتواجد في مكان زي ده وتكلم واحد ما تعرفوش انت هتمثلي عليا انا مش مغفل انا استحيل اكون الزوج المخدوع انت فاهمه مفيش تمثيل مفيش مسرح مفيش لام ولا ظهر يا وضيع تربيه البلد انا جاي اعيش هنا اعيش هنا وزيد
مش هرجعها تاني ولا الفتح. يا لازم لبغ معجي قوي. انا ما كانش لازم افكر في الجواز. الناس لا بتعذر ولا بترحم. الناس بتعرف بس ازاي تقلم وازاي تجرح. كتر خيرك يا فتحي، كتر خيرك. ما تقوليلي عمل معاكي ايه النيله ده؟ تصوري فاهم اني هكون مع سمير. سمير؟ بعد كل اللي عمله سمير علشان سواد عيني؟ بقى اسمع مول، انا دلوقتي سكرانه الطينه، ولا هعرف اكذب ولا هعرف الف. الكلام اللي هقولهولك ده حصل بالحرف الواحد. كلام ايه؟ قوليلي. عقولك، خليني افضفض واستريح. عارفه سمير اداني العقد ليه؟ ليه؟ عشان امثل قدامك انه ليه كل يوم حب جديد تقومي تكرهيه وتحتقريه. عارفه ليه؟ لا مش عارفه. عشان ام فتحي راحت لسمير في البيت وقالت له انه ابنها فتحي بيموت فيك، انه اذا كانش هيتجوزك هيموت نفسه. ام فتحي تعمل كده؟ وشوفي بقى لما ام تتكلم عن ابنها حاجه تقطع القلب. وبعدين وبعدين؟ وبعدين سمير ضحى بحبه وكذب على فتحي وقال له انه ما بيحبكيش، واتفق معايا انه يديني العقد بس على شرط امثل قدامك وقدام الناس ان انا صاحبته. لكن الحقيقه مفيش علاقه بينك وبينه. ايده ما لمستش ايدي. كان بينام هو في اوضه وانا في اوضه. كدنيلة. سمير عمل كده يعني لسه بيحبني؟ بيحبك الا بيحبك. انت اتجوزتي من هنا وانا وشنطتي جابني على البانسيون على طول. لازم اروح، لازم اروح. لا انا خير. انا عرفت كل شيء. عرفت كل شيء؟ عرفت ايه؟ عرفت ان صاحبك كان اغلى مني عندك، ضحيت بيا علشان هناء. ضحيت بنفسي الاول، بقلبي، بهنايا. كانت تضحية غالية صحيح، لكن مفيش منها مفر. مشيت، هربت، ما نمتش هنا. كان ظني في محله، ما صدقني كان انتهى وحده. احلف لك تديني مين انا عنده دلوقتي. ابدا يا ابني ما اظنش، حرام ما تظلمهاش. ما تظلمهاش؟ ما تجيش على نياتك. امال تظلمته ليه؟ لا انا عرفته كان غني. افتكر هي دلوقتي هنعرف الحقيقه. هي يا ويلها مين كانت هي؟ بوليس، بوليس، بوليس. مالنا احنا مال البوليس؟ جايين يقبضوا عليا يما، لان حرامي سرقت الشركه عشان ارضيها واكبر في عينها. سرقت؟ ايوه سرقت، سرقت. وديني حنان جزائي. انا سجن هما الاثنين يتمتعوا بعض. يستحيل، لازم اقتلهم واغسل عقلي. ما تبقاش مجنون يا فتحي، كفايه اللي عملته في روحك. فتحي فتحي. ابنك فين؟ خالك. هيا بيروح فين؟ احنا عارفين كل الاماكن اللي بتردد عليه. يستحيل ارجع له، يستحيل. لازم ترجعي له، رسالتك في الحياه سعاده جوزك. ارجعي له ارجوك. حاضر هرجع له، بس ربنا يهدي له نفسه. ربنا معاكي، مع السلامه. كنت متاكد واثق انك قضيت ليلتك معاه، لكن لا لا يا ست هانم، ما احبش اكون انا الزوج المخدوع. ما تظلمنيش يا فتحي، حرام عليك. بسببك بقيت لص وهبقى قاتل. هتندم يا فتحي. كل ندم في الحياه انا سبتكم عايشين لغايه دلوقتي. مراتك مظلومه وصاحبك مظلوم، نهت كانت بايته عبد عليا. ابعدي، حرام تسيبيهم يخدعوني تاني. انا اللي خدعتك، اغزي الشيطان وفوق لنفسك يا ابني. سمير صاحب البطل عليك، سمير رحم دموعي لما جيته هنا وترجيته يسيب لك ناهد. انا عذرك يا فتحي ومسامحك، مفيش في قلبي لك الا كل خير. يعني كلكم طيبين ومظلومين وانا واحد الخسيس الدنيء الجبان؟ لا، انا الفاشل في كل شيء، حتى في حبي، في انتقامي. انتوا جايين تاخدوني؟ حاضر، هسلم نفسي، هريحكم كلكم، لكن هخيب ظنكم، مش هسلمكم نفسي. رد عليا فتحي، فتحي. ناديه؟ نعم.
تعالي يا حبيبتي. صورة مين دي يا ماما؟ صورة باباك يا روح. امال فين بابا؟ كل الاولاد عندهم بابا وانا ما عنديش بابا ليه؟ انا مش قلتلك بابا مسافر يا ناديه يا حبيبتي؟ ماما هي تيتا مش بتمشي زينا ليه؟ ما قلتلك 100 مره ان تيتا عيانه. وديش فاهمها يا بنتي، بعد فتحي والعيا اللي انا فيه كلمه عيله ما تزحلش. راضيه بحكمك يا رب. انت عيانه صح يا تيتا؟ ايوه يا حبيبتي. اشربي شربه وانتي تخفي. طيب يا روح. ده لازم سمير. ايش عرفك؟ اصلي بعت له عاوزاه. اهلا وسهلا. ازيكم كده؟ انت جبت لي معاك ايه النهارده يا عدوي؟ حذري ايه؟ لازم جبت لي معاك عسكر وحراميه. اخ نسيت، لكن جبت لك حته وابور سكه حديد يمشي لوحده من غير سواق. اتفضلي. ماشي يعني. ها طمنيني، ازاي الصحه النهارده؟ احمده واشكر فضله. الحمد لله. تستاهل الحمد يا ابني. لو ان فيها رزاله تقدر توديني الصالون؟ بس كده؟ حاضر. اعملي لنا قهوه يا ناهد. حاضر يا نين. تعالي يا نادر. خير يا نينا؟ كل خير يا ابني. زمان انا طلبت منك تسيب ناهد لفتحي، سبتها له وما خيبتش رجايا. النهارده عاوزاك توعدني انك تتجوز ناهد، ما تسيبهاش. قلت ايه؟ يا سلام، وانت اللي تطلب مني الطلب ده؟ وفيها ايه؟ علشان ما هي كانت مرات ابني، ما انت برضو ابني. انا عاوزه قبل ما اموت اطمن عليك وعليها وعلى البنت. ريحني، ربنا يريح قلبك. هذا راجي ولا في اسرار؟ هو في سر يستخبى عليك يا غاليه. تعال. سمير خطبك مني وانا قبلت. انت زهقت مني يا نينا؟ وده معقول؟ انا عاوزه اطمن عليكي وعلى سعادتك. امرك يا نينا.